عندي سؤال، انت اشتغلت مع الزعيم عادل امام مجموعه من الافلام، المولد واحنا بتوع الاتوبيس وغير شياطين الى الابد. طبعا. هو لما الزعيم عادل امام يقول لك انا مراهن عليك انت نجم مصر القادم، دي جمله كبيره قوي فخمه وضخمه كده وحلوه. طبعا. يعني دي كان وقعها ايه عليك لما الزعيم يقول لك حاجه زي كده؟ الاستاذ عادل انا بحبه جدا، لان هقول لك، تعرفي اي شخص في حياتك كويس لما تعشريه في سفر. طبعا كلنا بنحبه، لكن عن قرب بقى وانك عن قرب وفي سفر كمان يعني. طبعا. شيء رائع، شيء رائع. بجد انا بحبه جدا جدا يعني، وليه معايا موقف الحقيقه، موقفين مش موقف، ما انساهمش ابدا، وده في غربة يعني في سفر. موقف منهم احنا بنصور المشهد اللي بترمي فيه في الميه جوه، احنا نازلين في اوتيل على البحر في ليماسول في قبرص، فدخلنا باليخت جوه 2 كيلو بنصور الحاجات اللي فوق، الحاجات الاوض والحاجات دي هنا في مصر، الاوض بتاعت اليخت، انما الديك فوق ده بره. فجي المشهد طبعا درجه الحراره 6 تحت الصفر. وبنصور جوه الميه بالليل الساعه 2 الصبح، والناس واقفه فوق ملفوفين ببطاطين. فجم نزلوا لي تحت قالوا لي اجهز علشان نعمل مشهد اللي بتترمي، بيعلقوا لك رمانه وبيرموك في الميه. فقلت لهم لا، مش هعمل مشهد. فقالوا لي، قلت لهم يعني ايه ده، انتوا درجه الحراره 6 تحت الصفر، انا اموت لو نزلت الميه دلوقتي. انت صاحب راي برضو الاصرار يعني. اصل لا، او خلاص هموت نفسي. ده لو حد عنده 6 سنين هيقول كده على فكره، الدنيا تلج بجد فوق، اترمي ازاي في الميه يعني؟ شوفوا لكم حل يعني. فنزل الاستاذ سمير سيف قال لي احمد وانت مش قاري؟ قلت له انا قاري، بس انا مش مكتوب في السيناريو ان احنا هنصور الساعه 2 الصبح جوه الميه درجه الحراره 6 تحت الصفر يعني. ده تايتانيك ده. ده يعني ده ابشع يعني. طب وعملتوها ازاي؟ فقال خلاص هقول مين اللي يقنعه؟ الاستاذ عادل. يا حبيبي. فالاوضه خشب فالصوت مسموع. الاستاذ عادل في الاوضه اللي جنب، فدخلوا قالوا له هنعمل مشهد لهم. طيب. قالوا له بس احمد سلامه مش عايز يترمي في الميه. فقال لهم يعني ايه انتوا عايزين تموتوه؟ يعني ايه يترمي في الميه دلوقتي؟ ده يموت لو ترمى في الميه. طبعا لا. فزي ما نكون نجاتيني، عارفه، لان كله واقف على اني عامل مشهد وهترمي، وفجاه لقيت موقف بجد انساني جدا انساني جدا. فندى الاستاذ سمير، ولو شفتي الفيلم تاني هتلاقي هم علقوا لي الرمانه وشالوني على السور بتاع اليخت. يعني كانهم هيرموني طشه الميه دي على وش الاستاذ عادل. الله الله. هو حلها مع سمير سيف يعني، نقول ايه، محظوظ يعني. بالظبط. علماء كتير اشتغلت والموقف الثاني وانا ماشي من الاوتيل لقيت عليا فلوس كتير جدا، وخلاص بقى كنا صرفنا وجبنا هدايا ومعيش فلوس ومعرفش ان عليا اكسترا حاجات ادفعها يعني. فانتصرت في الاستاذ عادل. انا ساعتها فكرت بقى ايه، الاوتيل فيه كام طبق وهغسل قد ايه. فكر بشكل عملي. انقذك هو بقى. والله. والله فعلا. حيي ربنا يبارك فيك. ما مش معقول يعني. فقال لي خد شنطتك. قلت له ما هو الحساب. قال لي انت سامع انا بقول لك ايه، خد شنطتك واقعد استناني. ولما جينا هنا حبيت ارد له المبلغ، قال لي لا انت يعني ايه العبط ده يعني، انا بقول الانتاج هم يدفعوا.